قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بأنه يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها البري على رفح. القرار الذي أصاب السلطات الإسرائيلية بالمزيد من الجنون في الداخل بين أروقة المسؤولين عن القرارات في الحكومة والعزلة في الخارج ورفض المزيد من دول العالم ما يقوم به الكيان ضد الفلسطينيين العزل. ما هي القرارات محكمة العدل الدولية التاريخية وما هو رد فعل لكل من حماس ورئيس حكومة الكيان؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا. قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بأنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها البري على رفح، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة والإدانة التي تواجهها إسرائيل بسبب أفعالها في غزة. ورغم أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ من قبل المحكمة نفسها، إلا أنه يساهم بشكل كبير في عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة العالمية. ويأتي هذا الحكم ردا على قضية رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف. وقال الفريق القانوني من جنوب أفريقيا إن العمليات الإسرائيلية تمثل الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها. تصر إسرائيل على أن أفعالها في رفح هي عمليات تستهدف حماس، فتذكر المسؤولون العسكريون أنهم يقاتلون في أحياء مكتظة بالسكان قبل صدور أوامر الإخلاء الجماعي. وعلى الرغم من إدعاءات إسرائيل بالدقة وعمليات الإجلاء المسبقة، أبلغت محكمة العدل الدولية أن الوضع الإنساني قد وصل إلى مستويات كارثية، حيث تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، العديد منهم من النساء والأطفال وفقا للسلطات الصحية المحلية. ويتضمن أمر المحكمة توجيها لإسرائيل بفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسماح للمحققين بالوصول إلى قطاع غزة. وشدد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا على أن سيطرة إسرائيل على معبري رفح وكرم أبو سالم أعقد بشكل كبير تدفق المساعدات، مما أدى إلى دخول غزة في ضائقة إنسانية حدة. ورفض الممثلون القانونيون لإسرائيل بمن فيهم نائب المدعي العام جلعاد نعوم والمستشارة القانونية تمار كابلان هذه المزاعم باعتبارها تحريفا، مؤكدين أن العمليات العسكرية محدودة وأنه تم السماح للعديد من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الإنسانية بالمرور عبر معبر كرم أبو سالم. ومع ذلك تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عددا قليلا فقط من شاحنات المساعدات دخلت غزة، وأغلبها شاحنات تجارية تحمل بضائع للبيع. ومن جهتها أمرت محكمة العدل الدولية بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024، وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولا بد من وقف فوري العمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية. هذا كان بالنسبة للقرار، ولكن هناك تداعيات أخرى عقبت قرار المحكمة وردود أفعال من أكثر من طرف، فدعونا نوضحها لحضراتكم. ونبدأ بجنوب أفريقيا. أشادت جنوب أفريقيا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، ووصفته بأنه قرار تاريخي وخطوة رائدة في القانون الدولي والدبلوماسية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة. وعربت إدارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا عن موافقتها الشديدة على القرار مؤكدة أهميته. وذكرت إدارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا أن الأمر الصادر عن المحكمة الدولية يعد رائدا مسلطا الضوء على الطبيعة الملزمة للأمر الذي يلزم إسرائيل بالامتثال. وفي أعقاب الحكم، أعلنت جنوب أفريقيا عن خطط للتواصل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية. وتؤكد هذه الخطوة التزام جنوب أفريقيا بالاستفادة من المؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل والسعي للحصول على دعم دولي أوسع للقضية الفلسطينية. ومن جهة حماس، رحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية ولكنها اعتبرته غير كافي، وحثت على وقف الهجوم الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ودعت المجموعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة التدخل الدولي الشامل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. كما دعت حماس أيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، مشددة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة
لفرض أمر المحكمة وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. ويؤكد هذا النداء مطالبة حماس بتدخل دولي شامل لوقف الصراع الدائر ومعالجة الظروف الصعبة التي واجهها سكان غزة. على جانب آخر، وفي أول رد فعل أثار الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ردود فعل متباينة من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، ما سلط الضوء على الانقسامات العميقة والتوترات المتصاعدة المحيطة بالصراع. وانتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليل سيموتريتش بشدة حكم محكمة العدل الدولية، وأكد سيموتريتش أن أولئك الذين يطالبون بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية يطالبون فعليا بزوال وجود إسرائيل، وقال بحزم إن إسرائيل لن توافق على ذلك، مؤكدا تصميم الحكومة على مواصلة إجراءاتها ضد ما تعتبره تهديدات وجودية من مقاتلي حماس. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية تغطيتنا، شكرا لطيب المتابعة وإلى لقاء جديد.